إسقاط النظام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، يعني لازم عندي يسقط هذا النظام، لأنه خلص الناس تعبت من هذا القهر. بس طبعا ما في رجعة عن إسقاط النظام، مستمرين لحد ما يقتنع العالم أنه خلص هذا النظام انتهى، ما في منه أمل، ما في منه إصلاح. لازم الناس كلها تشارك، يعني لازم الناس تعرف أنه من غير كرامة، من غير حرية، ما بتقدر تعيش. عمر الإنسان ما عاش بس بالرغيف الخبز، بده إجباري كرامي لا يقدر يعيش ويستمر. طبعا في ناس بتخاف يعني من بطش النظام، بس لازم الناس تكون قوية وتعرف انه ما بصح الا الصحيح. واذا الناس كلها بدها تخاف معناها ما استفدنا شيء، يعني الناس بدها تظل عايشة تحت الظلم. لا، الحرية والكرامة طعمهم كثير غالي وثمنهم غالي كثير، وإن شاء الله بالنصر. بتمنى أنه كل النساء تعرف أنه هذا النظام ساقط، ما في منه أمل، وأنه ما إله أمان حتى لأقرب الناس إله، بس يحس أنه خلص هذا الإنسان بشكل خطر عليه بيتخلى عنه. وهني لازم يعرفوا أنه ما إلهم غير أهلهم، ما إلهم غير أولادهم، أولادهم هاللي تشردوا بدول العالم، لازم يطلعوا ويشاركوا معنا.